طب خليك عندك هكمل الموضوع ده. فندم في حاجة؟ البيتزا بتاعت حضرتك يا فندم. بيتزا ايه؟ ما طلبتش بيتزا. بعدين انت ازاي دخلت هنا؟ وايه اللي بيحصل هنا؟ عيد ميلاد. وبعدين انت مالك انت؟ حاجة طلب بيتزا هنا. يلا اتكل على الله. عيد ميلاد عليا انا. ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ قناع بقى وحاجات غريبة. انتوا ماسونية صح؟ لا ده انت زودتها قوي. انا هكلم المطعم. ما انتوا متحكمين في العالم بقى وتقدر تلفدني. ده مش بعيد المدير فوزي المبعجر ده يكون معاكو. عموما حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. انت بتقول ايه يا ابني؟ اتحكم في العالم ازاي؟ انا مش عارفها في البقه. قاعدين انتوا تاكلوا ايتام وتضربوا ارامل وتطلبوا بيتزا ستافت كراست. انتوا خربانه معاكو. انت كدبت يا ابني. مطعم ايه؟ انا هكلم البوليس. كلم البوليس؟ ما انتوا متحكمين في حكومات العالم. مش انتوا اللي عملتوا 11 سبتمبر عشان تلبسوها في العرب؟ ها عرب يا حبيبي؟ انا من الدق. اللهم طولك يا روح. يا رب صبرني. بتدعي ربنا؟ لا يا اخي العب غيرها. انا عارف كويس قوي ان انتوا بتعبدوا الشيطان. مالكمش مله. ترش حاجات في الهوا ها؟ تخلوا الناس متخلفين. ايوه احنا. انا ما تشمش هوا بقى. ها بقول لك ايه يا باشا، شكلك راجل منضف وانا بصراحه بقبض ملاليم. مش انتوا بتدوا فلوس وشهره للفنانين والناس اللي مهمه في المجتمع؟ انضم ليكوا ازاي؟ منضف؟ ايه كلام الزرايب ده؟ ثم انت بقى فنان وذو اهميه؟ لا بس عجبك والله. ولا مش طايق؟ مش طالع بره. مش طالع بره. صحيح انتوا بتاكلوا اطفال؟ بناكل اطفال؟ لا حبيبي احنا بناكل بيتزا. هات بيتزا. حسابك كام؟ عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. لو سألتك إيه العامل المشترك اللي ممكن يجمع الموسيقار النمساوي موتسارت وأول رئيس أمريكي جورج واشنطن والشيخ المصري الأزهري محمد عبده، هترد تقول إيه؟ هيا عزيزي، اللي بيجمع كل دول هو إنهم كانوا أعضاء في أشهر منظمة سرية في التاريخ، الماسونية. اكيد يا عزيزي سمعت عن الماسونيه ولكن باشكال مختلفه، يعني ممكن تكون من اللي خدوا الموضوع من على وش كده. منظمه سريه اخويه عالميه رموزها وافكارها غريبه، غالبا بيحكمهم اياد نصار. وكنت فين بهذا التصور وكبرت دماغ بالموضوع. ممكن تبقى من الناس اللي شايفه الماسونيه واحده من اخطر ادوات الشر في العالم. منظمه بتحاول تخرب مؤسسات الدول وتسيطر على الحكومات عن طريق صناعه الفوضى عشان تحقق اهداف غامضه، وغالبا برضه بيحكمهم اياد نصار. واحنا عزيزي بنتكلم على الماسونيه، فاحنا بنتكلم على واحده من اكثر الجماعات المثيره للجدل في التاريخ. فخليني يا عزيزي احسب لك في موضوع الماسونيه ده. طبعا يا عزيزي ما بحسبش في حاجه، ولكن يعني اول حلقه وتشويق وكده. الملامح الاولى للماسونيه بدات تظهر في العصر القوطي المتاخر. لو ما تعرفش يا عزيزي العصر القوطي المتاخر فهو جاي بعد العصر القوطي المبكر. عزيزي المشاهد، العصر القوطي المتاخر ده كان بين القرن 13 والقرن 16. ده العصر اللي بدات تظهر فيه ملامح نهضه اوروبا الحديثه. واحد من اهم ملامح النهضه دي كانت نهضه البنى، انا بسميها النهضه المقاولاتيه. في الوقت ده اوروبا بدات تشوف عماره مذهله، عماره العصر القوطي. لحد النهارده عزيزي بنشوف مثلا شكل العماره دي في كاتدرائيه نوتردام في باريس، فاكر اللي اتحرقت، او كاتدرائيه كانتري بري في لندن. بناء مذهل، ابراج ضخمه، قاعات عظيمه، بوابات مهيبه. ده عزيزي في عصره كانت ثوره في العماره. الموضوع ده عزيزي خلى كثير من بنائين يتحولوا الى بابليك فيجرز. يبقى في عزيزي العثمان احمد عثمان بتاعهم والمحمد عبار بتاعهم، كانوا مشاهير في المجتمعات بتاعتهم. خلي بالك يا عزيزي في هذه الفتره احنا بنتكلم على كلمه بنائين مش مقصود بيهم خالص العمال الغلابه اللي بيرصوا الطوب فوق بعض. احنا بنتكلم عن ناس بتطور هندسه البناء، ناس فاهمه في الرياضيات باغلب فروعها، واحيانا بيكونوا كمان فاهمين في الفيزياء. عندك منهم اللي بيبنوا بالطوب واللي بيعملوا تشكيلات الازاز واللي بينحتوا التماثيل. كل ده يا عزيزي خلى البنائين صفوه في المجتمع الاوروبي وقتها. بقى الوقت يا عزيزي واحده واحده بدا هؤلاء البنائين يعملوا تجمع او اخويات، عملوا جروب على الفيسبوك وكانوا بيناقشوا في هذه الاخويات امورهم وبينظموا مصالحهم. الجلسات والتجمعات دي لم تكن مجرد قعدات شاي ودردشه، لا دي بدات تتحول لمدارس تخص المهنه. المعلمين الكبار بينقلوا خبراتهم وافكارهم للصغيرين. هنا يا عزيزي بتظهر علاقه السيد والصانع. كمان يا عزيزي لما تيجي تفكر في مهنه البناء دي تجد ان هي مهنه فيها خطوره. السقف بتاعك ممكن ينهار، ممكن لو عندك عامل يقع من فوق سقاله، حجر واحد يقع ممكن يدمر حياه الانسان اللي شغال في المهنه دي ويدمر حياه اسرته. عشان كده مع الوقت ظهر نوع من انواع التكافل الاجتماعي بينهم، حصل تعاون بين البنائين وبعض. لو حد مثلا تعرض لاصابه او ظرف صعب زمايله بيتجمعوا ويساعدوه، لو حد فيهم توفى صحابه بيصرفوا على عيلته. التكافل ده يا عزيزي لم يكن موجود قبل كده، ما يشبه النقابه، اصحاب نفس المهنه بيساعدوا بعض. فبالتالي الانظار كلها التفتت ليهم وزاد تقدير المجتمعات الاوروبيه للبنائين. كمان يا عزيزي اللي ابتدى يميز الاخويات والتجمعات دي السكسين اللي بيحبوا كل الرجاله، مش بينجحوا في ان هم طبعا يحافظوا عليه بس بيحبوا فكرته، اللغه السريه، المصطلحات والرموز اللي
محدش بيفهمها غيرهم. عزيز بص في عينيه واعترف لما تبص لقهواجي وهو بيقول واحده حصى ميزه سكر بوسطه ولو اسكندراني هيقول في الميزو، مش بتحس كده ان في بريفليج معين؟ انا فاهم ان الراجل ده بيقول ايه وانا اقدر اتكلم مع الراجل ده باللغه، مراتي ما تعرفش عنها حاجه مع ان في الاخر الموضوع كوبايه حلب عادي. ما بتحسش برده يا عزيز نفس الحاجه لما تروح لمحل الكشري وتقول انا عايز واحد شبح سوبر لوكس زياده ورد؟ البنائين هما كمان كان عندهم مصطلحات ورموز محدش بيفهمها غيرهم. البنائين في العصر القوطي ده كان عندهم تركيبات ولغوه شبه دي، رموزهم ومصطلحاتهم محدش بيفهمها غيرهم. ببساطه احنا امام مجموعه متميزه في المجتمع، الواحد يبص لهم بانبهار ويتمنى ابنه لما يكبر يطلع منهم. الوضع المتفرد ده للبنائين خلاهم ينافسوا نفوذ الدوله والملك. فلما قررت سلطات انجلترا مثلا انها تنظم بنفسها جامعات البناء دي وتكون تحت سلطتها وتعمل لهم نقابه خاصه بيهم بدل الاخوات اللي منتشره دي، بيرفض يا عزيز البنائين ان هم يتحطوا تحت مظله مش هم اللي عاملينها، وبيبان فخرهم بالتنظيم اللي عملوه بنفسهم، احنا احرار. ومن هنا يا عزيزي بيجي لقبهم الفري ميزونز، الماسونيين الاحرار، وده تحوير لللفظ الاصلي فريستون، البنائين الاحرار. جزء من حريتهم كان رفض الانضمام للاتحاد اللي عملته الدوله، قرروا ان هم يتمسكوا بتنظيمهم. ولكن يا عزيزي الزمن ما بيسيبش حاجه على حالها، مع بداية القرن الستاشر بيبدأ العصر القوطي في الانتهاء وبيقل الاهتمام الكبير بالبناء. كتير من البنائين بيسيبوا الشغلانة بعد ركودها ويبدأوا يدوروا على شغلانات تانية، والجامعات الخاصة بالبنائين اللي فضلت لسنين طويلة رمز ومحل إعجاب وتقدير من المجتمع تبدأ تعاني من قلة الأعضاء، وعشان تحافظ على وجودها واستمرارها بدأت تقبل عضويات من ناس مش شغالين أصلا في مهنة البناء، عضويات شرفية كده يدفع وخد كارنيه، تعال احنا الفريميزونز اللي عندنا تاريخه على قديمه. العضويات دي بدأت تنتشر لما رجال المجتمع بدأوا يقبلوا عليها، الصفوة بقوا شايفين فيها نوع من أنواع الواجهة الاجتماعية، زي مثلا الناس اللي كانت تدفع فلوس في ألقاب زي البهوية والبشوية. على مدار قرنين الجمعيات اللي شكلها البنائين الأحرار هتستمر وهتزدهر، ولكن بقى من غير بنائين حقيقيين أصلا. تروح أيام وتيجي أيام ونوصل للقرن ال 18، تروح أوروبا وتيجي أوروبا ونخش عصر التنوير، حيث بقى الاهتمام بالعلم والمنطق. وقتها المتعلمين الإنجليز هيبقوا عايزين ما يسمى بالأورجانيزد سيتنج، بيئة منظمة يقدروا يناقشوا فيها افكارهم ويحسوا بالتضامن. احنا في عصر التنوير بقى، وهنا مفيش احسن من جمعيات البنائين اللي لسه محتفظه بمعاني الاخويه والتضامن. وقتها عزيزي جوه جمعيات البنائين دي هيبدا الكلام يتراجع عن العماره اللي هي باديه اساسا عشانه، وتبدا تطلع افكار خاصه بالتنوير وزمن التنوير، افكار زي حريه الفكر وحريه الضمير، وازاي نطبق العداله والمساواه قصاد سلطات زي سلطه الدوله والكنيسه. بتخيل عزيزي دي كانت جمعيه كل بيشغلها في الحياه الاسمنت الابيض احسن ولا الاسمنت البورتلاندي؟ الاجتماعات يا عزيزي اصبحت اجتماعات تنويرية. سنة 1717 بتاخد الماسونية أول خطواتها عشان تكون تنظيم حقيقي وقوي وليست منظمة شرفية. ده بيحصل لما أربعة من أخويات أو جماعات البنائين في لندن بيندمجوا وبيؤسسوا أول محفل ماسوني، ذا فيرست جراند لودج. هنا عزيزي بيكتب دستور الماسونية وأهم مبادئه حرية الفكر والضمير، السعي وراء تحقيق السعادة، المساواة في الحقوق، وعدم التمييز العرقي أو الديني أو العقلي. نقدر نقول يا عزيزي ان لحظه الاندماج واعلان الدستور دي هي اللحظه اللي تحولت فيها اخويات البنائين الى الابد من جمعيات مهنيه لمنظمات ملهاش اي علاقه بمهنه البناء. وفي الوقت اللي اوروبا بتودع فيه سيطره الكنيسه بتظهر الماسونيه كمحفل شبه الكنيسه، ليه طقوس زيها وله اعضاء رابطه شبه روحيه بتساعد الضعيف، ولكنها بالرغم كل ده مش كيان ديني وانما كيان بيقدم نفسه على انه بيشجع العلم والعقل والحريه، ومحافظين برضو على فكره التضامن بين الافراد والجماعه. ده مهم يا عزيزي لانه الشكل اللي الناس بتتكلم عنه على الماسونيه النهارده مختلف تماما عن البدايات على الاقل اول كم 100 سنه. في الوقت ده المنظر كان فخيم، ومع الوقت بدا يجيب اتباع اكتر واكتر، وبقت حاجه الناس تفشخر بيها ان انت منتمي للماسونيين الاحرار. هنا يا عزيزي الماسونيه هتنتشر في كل اوروبا وكل دوله هتحتاجها ولكن بشكل مختلف. مثلا عندك الجزء البروتستانتي من اوروبا اتباعه ورفضوا سلطه الكنيسه الكاثوليكيه، فكان الجزء البروتستانتي ده بالنسبه له حاجه عظيمه جدا ان يظهر لنا تنظيم اول مبدا من مبادئه هو حريه الفكر والضمير. فتلاقي من ضمن المنضمين للماسونية واحد زي فريدريك الثاني امبراطور ألمانيا، وجوستاف الثالث امبراطور السويد. وخلال نص القرن لما نوصل لسنة 1789 بنلاقي ان في باريس لوحدها هناك ما يعادل 630 محفل ماسوني. يا ساتر يا رب يا ابو حميد. ابو حميد معلش انا عندي سؤال خجلان ان اساله، اشمعنى دون عن بقية السنين ودون عن بقية الاوقات اخترت 1789؟ عزيزي المشاهد الجميل انت متابع قديم لهذا البرنامج، وعارف كويس قوي اللي حصل سنة 1789. اللي حصل يا عزيزي
كان الثورة الفرنسية. كتير يا عزيزي من قادة الثورة الفرنسية كانوا أعضاء في المحافل الماسونية. الزعماء دول انخرطوا في الثورة الفرنسية عشان اتأثروا بكلام مفكرين سياسيين عن سيادة الشعب، زي مثلا مونتسكيو اللي كان برضو من النشطاء في المحافل الماسونية، كان نشط ماسوني. عشان كده كان طبيعي جدا لما تتشكل الجمعية التأسيسية اللي بدأت تنظم الترشيحات والقوانين بعد انهيار الملكية وقيام الجمهورية الفرنسية، هنلاقي حوالي 300 من أعضاء الجمعية التأسيسية دي ماسونيين. الله أكبر. الكلام ده يا عزيزي خلى أعداء الثورة الفرنسية يبصوا للماسونية بعداء. تبدأ هنا تظهر أفكار تتهم الماسونية بالتهمات هتفضل مكملها على طول، زي مثلا إنها مجموعة هدفها عمل مؤامرات لإثارة الفوضى والخراب وتفجير ثورات دموية وإعدام الملوك ورجال الكنيسة. هي الماسونية هي اللي عملت كل ده، هو ده هدفهم من الأول، عايزين يعملوا فوضى يا بيه، مش تقول لي حرية فكر وضمير. الكلام ده يا عزيزي غزاه حاجة تانية كانت بتحصل في نفس السنة، نفس السنة اللي حصلت فيها الثورة الفرنسية. الولايات المتحدة كانت بتكتب دستورها، بلا يا عزيزي ان 13 من اصل 33 شخص وقعوا على الدستور اعضاء في المحافل الماسونية. الماسونية خدت رحلة طويلة قائمة على التغيير من انجلترا لفرنسا لالمانيا لامريكا، ولكن هل ده معناه انها حركة للثوريين فقط؟ اي حد بيكتب دستور بيعمل ستارت اب نيشن بيعمل ثورة في حتة يبقى هو كده ماسوني؟ لا، هل كونها مرتبطة بالتغيير والثورات دي يعني ان كل اعضاء بتوعها ثوريين؟ كمل لك يا عزيزي الموضوع، هخطف محفل واجي لك. بندخل يا عزيزي عصر الثورة الصناعية في انجلترا. هو عزيزي احسن تخبط، سامعني عزيزي لسه طالع من ماتش شيش في المحفل. لما حصلت الثورة الصناعية في انجلترا الاقتصاد يا عزيزي انتعش، وباك عزيزي ان دي ثورة لم يكن يقودها شباب سائر وانما رجال اعمال ورؤوس اموال ضخمة ما كانش زيها قبل كده في التاريخ. اباطرة الصناعة دول هيلاقوا ان الانضمام لمنظمة اخوية زي الماسونية كده حاجة بتزود من وجاهتهم، مش بس كده دي حاجة كمان بتزود من شعبيتهم. ده بس ازاي الكلام ده يا ابو حميد مع ان انت لسه قبل ما تدخل بشيش الغريب اللي انت كنت ماسكه ده كنت قايل لي ان الماسونيه كانت مرتبطه بالثوره. اللي خلى يا عزيزي الماسونيين ينجحوا في الاول هو اللي خلاهم يكملوا وقت الثوره الصناعيه، التكافل الاجتماعي، كلنا في الاخويه بنساعد بعض. خد بالك ان في الوقت اللي كانت بتنتشر فيه المصانع في كل حته في انجلترا ما كانش لسه فيه شبكه حمايه اجتماعيه للعمال، لا تامين صحي ولا معاش ولا مستشفيات ولا اجازات مرضيه ولا اجازه وضع ولا اي حاجه من الحاجات دي، كل دي حاجات ما كانتش البشريه لسه اخترعتها. العامل من دول كان يتعب ما يلاقيش لا ياكل ولا يشرب، يجي الراجل الماسوني بانشطه جماعته الخيريه الاخويه اللي معروفه من زمان يدخله ويساعدوه، وده خلى الماسونيه في انجلترا من اهم المؤسسات للعمل البريطاني، حاجه كده شبه وزاره التضامن الاجتماعي. المهم يا عزيزي تروح يا سنين وتيجي يا سنين وينتهي القرن ال18 ويبدا القرن ال19، موجه ازدهار جديده للماسونيه بتحصل في اوروبا وامريكا وبتبقى شبه موضه من الصفوه. الترند بتاع الماسونيه بيبدا يرجع تاني خصوصا من صفوه المجتمع والناس اللي عايزه وجاهه اجتماعيه، ملوك وامراء ورجال صناعه بينضموا للمنظمه. وبالرغم من كل كلامنا عن انتشار الماسونيه واللي ممكن يهيالك انها حاجه كان سهل اي حد ينضم لها، الا ان خليني اقول لك المفارقه، بالرغم من انتشار الماسونية إلا أن الانضمام ليها كان شيء صعب وإكسكلوسيف جدا، مش أي حد يقدر ينضم للأخوية. الماسونية لها نظام صارم في العضويات، الأعضاء نفسهم جواها مترتبين لطبقات، في السيد تحتيه الزميل تحتيه الصانع، الأعضاء دول بيكونوا مع بعض الوحدة الأساسية المنظمة المحفل، وكل محفل كان بيختص بمنطقة أو بمكان معين وبيضم عدد كبير من المحافل، تنظيم أكبر اسمه الشرق، حاجة كده زي إدارة عليا للمحافل بتنسق بين المحافل وبعضها. المحفل نفسه له رئيس ونائب رئيس ورئيس صندوق، كل دي يا عزيزي مناصب بتتم بالانتخاب. شكل التنظيم ده مع مرور الوقت بيتحقق اكتر واكتر، والطبقات الثلاثه السيد والزميل والصانع بيكون جواها طبقات اكتر ودرجات اكتر، بتوصل يا عزيزي احيانا لعشرات ومئات الدرجات. متخيل عدد الاعضاء ممكن يبقوا قد ايه اصلا؟ كل طبقه من دول بيبقى ليها اسرارها اللي ما ينفعش تتكشف للطبقه الاقل منها، ولكل طبقه رمز خاص واشاره معينه. وجوه المحافل دي بتتم الاجتماعات الخاصه بالانتخابات او الطقوس الماسونيه اللي اغلبها بيكون متعلق بعمليات تصعيد الافراد، الافراد اللي بيترقوا من طبقه لطبقه. فاكر احنا قلنا في طبقات كتير وبيحصل ترقيه في المحافل، فدول بقى. كمان يا عزيزي بيبقى في طقوس انتخابات سنويه وتعيين اداره جديده للمحفل بعد الانتخابات. في يا عزيزي نظام معقد وغريب بيدي لهذه المنظمه سر تعلقها، لو انت كنت من الثوار فانت هتحتاج للسريه والنظام، ولو انت من الاغنياء والامراء ورجال الاعمال هتحتاج تحس ان انت من الصفوه مميز وليك خصوصيتك، لكن العزله والسريه والنظام العضويات الحصري ده زي ما كان سر تعلق المنظمه فهو برده كان سبب وجود اعداء ليها. لان يا عزيزي العزله بتكون وبتبدا تظهر تساؤلات حوالين المنظمه دي، يعني ايه الانضمام للمحفل الماسوني ده يبقى موضوع صعب ومعقد؟ ليه لازم يحصل عني تحريات وفي شروط صعبه ان انا احققها عشان انضم؟ وفي النهايه اسم العضو المرشح ده يتعرض على اعضاء المحفل كلهم، ولو ثلاثه رفضوه يعتبروا طلب العضو مرفوض للابد لحد ما يموت. تخيل عزيزي جمعيه اعضائها من فريدريك الثاني وموتسارت وجورج واشنطن، امراء وملوك ومليونيرات وفنانين، فاكيد بقى لما يجي لك عم جاك البقال او عم توني المكواجي يحاولوا
ينضموا في نفس الاخويه مع جلاله الملك طالما ما اترفض. ويبدا السؤال يكبر ويكبر، الجماعه دول مش عايزين ياخدونا معاهم ليه؟ هم بيعملوا ايه جوه؟ وتبدا الشكوك تكتر اكتر واكتر حوالين الجمعيه السريه دي، خصوصا ان ليها رموز خاصه ودستور خاص بيها ومقفول على مجموعه من الناس معاهم سلطه وفلوس. انشطتهم اليوميه تبدو بالنسبه للناس اللي بره عمل ثروات، اداره ثروات، اداره مصانع، اداره امبراطوريات، كتابه دساتير وتغيير انظمه. اذا الموضوع في ان ابو حميد ليه الماسونيين ما ردوش؟ ليه ما حكوش حكايتهم من ايام ما كانوا بتوع اسمنت مسلح وبيساعدوا الناس؟ للاسف يا عزيزي الحكايه وقتها كانت تعقدت وتشعبت جدا، وده كان السبب في الماسونيين نفسهم. الرحله اللي خدتها الماسونيه عبر الدول والقارات دي مش بس اثرت في الدول نفسها ولكنها اثرت في الماسونيه كمان، خدت من تاريخ كل بلد جزء وضمته بشكل ملفق لحكايتها. الماسونيين بداوا يرسموا لنفسهم تاريخ موازي مختلف عن التاريخ المعروف لبدايتهم، وبداوا يؤمنوا انه ده تاريخهم الحقيقي. التاريخ بيتغير كل ما المكان بيتغير، يعني بالنسبه للماسونيين الاوروبيين مثلا فتاريخ الماسونيه ما بيبتديش ابدا عند اجتماع لندن بتاع 1717. الماسونيه بالنسبه لهم اقدم بكتير، بتبدا مع السيد المسيح نفسه، وفي اماكن ثانيه هيقولوا ان الماسونيه بدات بعد طوفان نوح. ناس ثالثه خالص هترجع الماسونيه لاول ما بني اسرائيل خرجوا من مصر. ناس رابعه خالص هتقول لك فكك من كل ده، احنا بدايتنا مع الديانه المصريه القديمه وتعليم ايزيس واوزوريس. انا حاسس عايزين ان احنا لو سبنا لهم المايك اكتر من كده هيقول لك البيج بانج دي كلها عباره عن فاير ووركس في المحافل بتاعتنا. خلاص بقى ما ده الناس. اكتر روايه تبدو متماسكه بيقدمها الماسونيين عن نفسهم ان اصلهم بيرجع سنه 1715 قبل الميلاد، لما الامبراطور الروماني نوما بومبيليوس بيبدا يوسع اعمال البناء بتاعته في الامبراطوريه، ومن هنا اتكونت مدارس البنائين. خليفة جاك يا عزيزي واقول لك ان دي خرافه كبيره، لان بومبيليوس ده زي سعد نبيها كده، شخصيه غير موجوده، خرافه كبيره على حد علمنا لا مكان لها في التاريخ على حد علمي. يعني الاكاذيب المتعلقه بنشاه الماسونيه دي زودت المشكله اكتر واكتر. يا جماعه مش انتوا ناس تمام ومحترمين؟ ليه بتالفوا قصص مريبه كده؟ ليه بتحاولوا تزيفوا التاريخ بالشكل الفج ده؟ مين بومبيليوس ده؟ ليه مجرد اخويه خيريه تفرض نفسها في اكتر من مكان مميز في التاريخ؟ يبدو ان الموضوع فيها الكثير من الريبه. يا ترى هيفضل مكمل كده ولا هيقف؟ لما تبدا يا عزيزي الماسونيه تظهر في الوطن العربي مع ظهور موجه التاثر بالثقافه الغربيه، هنا يا عزيزي يبدا الماسونيين العرب يعملوا نفس الحاجه، ينسبوا الماسونيه حاجات من التاريخ العربي. فنشوف مثلا جورجي زيدان في كتابه تاريخ الماسونيه بيدعي ان الماسونيين هم اللي بنوا العاصمه الامويه دمشق والعاصمه العباسيه بغداد. خليني اقول لك ان الادعاءات دي سواء من الغرب او من عندنا هتخلي فيه عداء حتمي عالمي ضد الماسونيه، واول مؤسسه هتقود العداء ده بشكل منظم هي الكنيسه الكاثوليكيه اللي بصت للماسونيين على انهم جمعيه ليها طقوس، ولكنها طقوس ما بتتعملش للمسيح او للرب، دي بتتعمل لما يسموه مهندس الكون الاعظم. ومن لحظه اول بيان اصدرته الكنيسه سنه 1734 تحذر فيه من خطر الماسونيه، ولحد النهارده هنلاقي 11 بابا للفاتيكان على الاقل طلعوا تحذيرات ضد الماسونيه، اخرهم تحذير البابا يوحنا الثاني اللي حصل سنه 1983 اللي كان بيقول ان الانضمام للماسونيه خطيئه كبيره لاي مسيحي. بصراحه عزيزي زي ما الماسونيه بلغت في ادعاءاتها عن نفسها فهتظهر برضو مبالغات في عداء الماسونيه. مثلا الامير محمد سعيد الجزائري بيقول في كتابه عن الماسونيه ان الماسونيه هي امتداد لجمعيه سريه عمرها فوق ال 2000 سنه اسمها القوى الخفيه، جمعيه كان ليها دور في صلب المسيح. عداء الماسونيه كمان هيتضاعف لما تحصل صراعات سياسيه كبيره يكون واحد من اطرافها ماسوني، زي الصدام اللي حصل بين السلطان العثماني عبد الحميد الثاني من ناحيه وجمعيه الاتحاد والترقي واتاتورك من ناحيه ثانيه. الصدام ده حصل سنه 1908 وادى في النهايه لعزل السلطان عبد الحميد الثاني اخر السلاطين العثمانيين الاقوياء. لما نيجي يا عزيزي نبص على الطرف الثاني اللي انتصر في المعركه ضد عبد الحميد لا يا عزيزي ان كتير من اعضاء جمعيه الاتحاد والترقي وكمان اتاتورك نفسه اعضاء في محافل ماسونيه. تاريخ الماسونيه هيضم الكثير من الروايات الكاذبه، الا ان بالرغم من ده فكتير من الشخصيات المهمه تاريخيا اللي عندنا في الشرق كانوا ماسونيين. عارف يا عزيزي المفكر والمناضل جمال الدين الافغاني؟ الراجل ده يا عزيزي ده مش بس كان ماسوني، الراجل ده تم اختياره كرئيس لمحفل كوكب الشرق الماسوني التابع للمحفل الاسكتلندي قبل ما نشق عنه بعد كده طبعا، ويعمل ايه؟ ياسس محفل ماسوني وطني مصري. كمان يا عزيزي بنلاقي ناس مهمين جدا في الحياه الفكريه والسياسيه في مصر بعد كده زي عبد الله نديم والامام محمد عبده وسعد زغلول، كل دول هيكونوا اعضاء في المحفل الماسوني اللي اسسه جمال الدين الافغاني في مصر. الناس دي افكارها من بعد كده هتساهم بشكل كبير في تاسيس الحركه القوميه المصريه. كل ده يا عزيزي لما نيجي في الشرق نتكلم عن الماسونيه بيتنسي، خصوصا في وجود شك كبير بيتوجه للماسونيه انها لها علاقه بالصهيونيه. يعني مثلا اللورد ادمند روتشيلد عميد عائله روتشيلد اللي هي واحده من اغنى عائلات العالم كان
كان ماسوني مخلص ولكن ايضا صهيوني مخلص. هو واحد من اكبر المتبرعين والداعمين للمشروع الصهيوني العالمي. مش هو بس، لو بصينا اكتر للمحيطين بمؤسس الصهيونيه تيودور هرتزل هنلاقي بينهم ماسونيين كتير مشهورين، زي مثلا الصحفي فيليب دينولينسكي صديق هرتزل وواحد من اهم الناس اللي ساعدوه في رحلته. لما نيجي نبص لادبيات الماسونيين وافكارهم ومعتقداتهم عن نفسهم بنلاقي ان من ضمن اساطيرهم ادعاء ان هم اللي بنوا الهيكل السليماني في القدس، وده اللي بيخلي البعض يعتقد ان في صله بين الماسونيه والصهيونيه، الماسونيه اللي بتحتفي ببناء هيكل سليمان والصهيونيه اللي عايزه تعيد بناء الهيكل. عشان كده مع بدايه القرن العشرين بنشوف جهود واضحه من علماء مسلمين لمواجهه الماسونيه زي الشيخ رشيد رضا، وبنشوف فتاوى طالعه من الازهر برضه بتهاجم الماسونيه. كل ده عزيزي في محاوله لمواجهه الصهيونيه. الفتاوى كانت بتقول ان كلام الماسونيه عن الاخاء والانسانيه كانوا كذب، وان الهدف الحقيقي هو دعم الصهيونيه العالميه، وان في علاقات مشبوهه بين الصهيونيه والماسونيه. حاله العداء دي عزيزي مش بس بيكون منبعها عقائدي، احيانا العداوه بتاخد شكل سياسي واضح. عداوه بتحصل من المواطن العادي تجاه الماسونيه، المواطن اللي مش عايز قلق هنا، مواطن عايز الحياه تمشي بسلاسه وهدوء. في امريكا سنه 1826 هتحصل حادثه شهيره هتخلق حاله ذعر وعداء ضد الماسونيه، لما اعلن واحد اسمه ويليام مورجان انشقاقه عن الماسونيه وانه هيالف كتاب يكشف اسرارها. فكره عزيزي ان الراجل ده بيختفي من على وجه الارض، وغالبا غرقوا جثمانه في نهر نياجرا على الحدود الكنديه. الحادثه المخيفه دي جمعت الناس وظهرت حشود واسعه من مناهضي الماسونيه. حركه في امريكا الشماليه انضم لها مواطنين كتير شافوا في حاجه زي الماسونيه حركه غامضه وشريره. الحركه بتتطور لتاسيس حزب سياسي مضاد الماسونيه، ده عزيزي بيكون ثالث حزب في تاريخ امريكا، وبيكون بالقوه لدرجه دفع مرشحين رئاسيين في 2 من الانتخابات الامريكيه. حاله الشك في الماسونيه كحركه منغلقه على اسرارها ما بتقفش عند حدود المكان والزمان. يعني الاتحاد السوفيتي من بداياته هيمنع وهيحصر الجماعات الماسونيه، النازيين في المانيا والفاشست في ايطاليا واسبانيا هيحظروا الماسونيه، الدول العربيه واحده ورا الثانيه هتمنعها، وهيتم اتهام الماسونيه في كل مكان تقريبا انها جزء من مؤامره ما. ولحد النهارده رغم تراجع حضور الماسونيه في المشهد، فمع كل حدث كبير وضخم بنلاقي ناس بتتهم القوه الماسونيه الخفيه انها وراء هذا الحدث. صحيح عزيزي الموضوع بيبان كانه نظريه مؤامره ممكن نهزر عليها ونتريق وكده، بس احيانا بسيطه يعني الشك في الماسونيه بيكون له وجاهه وهيفضل جوهره سؤال بسيط. يا جماعه لو انتوا هدفكم في الاخر التضامن الانساني ومساعده الناس وحريه التفكير والضمير اخويه بريئه، ليه انتوا محتاجين هذا الكم الضخم من السريه؟ وليه النظام الطبقي التراتبي الغريب ده؟ وليه ضروري ان كل طبقه جوه بتخفي اسرارها عن الطبقه اللي قبلها؟ وليه العضويه اصلا تبقى سريه وزي عندنا منظمه فيها الملوك اعضاء والثوار اعضاء؟ انتوا في حاله غموض. انا مثلا واثق ان نادي الشمس او نادي السكه النادي الاجتماعي بتاعهم ناس طيبه، الروتري نص نص، بس بنشوفهم بيظهروا لنا. هنا عزيز الماسونيين بيردوا بيقولوا ان دي اسرار ما تهمكوش، دي اشارات ورموز بينا للتعارض بين اعضاء المنظمه، وهدفها نبيل تمنع بس ان اي حد يدعي انه ماسوني ويندس بينا. احنا مش عايزين حد يندس بينا يا جماعه. كمان هيقولوا ان السريه دي بتزود تالف القلوب وبتوثق احساسهم بالمسؤوليه اللي هم شايلينها لتحقيق اهدافهم في نشر الخير والسلام. كمان يا عزيزي واحده من الحاجات اللي بتخلي الناس تشكك في الماسونيه هي رموزها الغريبه. الماسونيه مليانه رموز لدرجه ان بعضها بتحول لالغاز، يعني مثلا عندك واحد من رموزها العين، واللي بيقول الماسونيين انها عين الاله اللي شايفه كل حاجه. اعداء الماسونيه بيقولوا ان ده رمز شيطاني مقصود بيها عين الشيطان اللي عايزه تحط كل حاجه تحت سيطرتها، والدليل اننا بنلاقي العين دي مرسومه على الدولار، وده بيدل على نفوذ الماسونيه لدرجه انها فرضت نفسها على عمله امريكا. لما انا عايزين للدقه العلميه لو فكرنا بالعقل شويه ونزعنا عنصر البهارات اللي هي بالمناسبه معناها هند، في هند الهند اسمها بهارات، معلومه يا ابو حميد ملهاش اي 30 لازمه في عز حلقه هتوديك في داهيه. سوري. نرجع للكلام عن الماسونيه بالعقل. هنلاقي استخدام رمز عين العنايه الالهيه كان بادئ اصلا من قبل الماسونيه. مع مرور الوقت بتتراجع الماسونيه والكلام عنها والحجم اللي كانت شغلاه في المجتمع وفي تفكير الناس، وبتخسر اغلب اعضائها وبتبقى حاجه من الماضي. ما عدناش بنسمع عن اسماء رنانه ليها علاقه بالماسونيه زي زمان، دلوقتي عزيزي بقى بيروحوا دافوس. ورغم ان ما زال هناك محافل ماسونيه اغلبها في الولايات المتحده اللي محافلها بتضم على حسب ارقامهم 4 مليون ماسوني لحد النهارده، تراجع الماسونيه شيء واضح مش بالضروره لانها كشفت وتوفيق عكاشه فضح كل مؤامراتهم او ثبت عليها شيء ما، وانما اختفت ببساطه لان الزمن بقى غير الزمن. جيسيكا هارلاند جيكوبز استاذه التاريخ في جامعة فلوريدا واللي دراستها كانت على الماسونية بتقول مع تطور أساليب الاتصالات وتغير شكل علاقات الناس ببعضها مبقاش خلاص في حاجة ملحة إننا نكون في جمعيات أو أخويات أو منظمات أهميتها التضامن. وأكشلي مش بس الماسونيين اللي أعداد أعضائها بيقلوا، لكن المنضمين حتى للجمعيات الكنسية والنقابات العمالية كل دول أعدادهم بتنخفض بسبب العالم الجديد اللي إحنا عايشين فيه النهاردة. أما جون ديكي في كتابه كيف صنع الماسونيين العالم الحديث بيقول إن فكرة المنظمات السرية وإنك شخص ليك مهام سرية تعرف
حاجات محدش يعرفها كانت حاجه بتشد الانتباه وتجذب الانظار في الماضي. البنات خلاص ما بقتش تحب الواد الغامض، محتاجه الواد اللي فاتح الانستغرام بتاعه بينزل صور كل يوم وليله. احنا النهارده في زمن جوجل، كل حاجه عايز تعرفها على الماسونيه تقدر تعرفها في دقيقتين سيرش. فالسر للاسف لم يعد له هذا البريق، حتى عشان السر ده يبقى له بريق لازم الناس تعرف انه سر. فمشكله عزيزي كمان يا عزيزي، سمعه الماسونيين مع الوقت بقت تجيب تريقه. دخلت قوم على قهوه كده تقول لهم يا جماعه انا ماسوني، قالوا لك اهبل. على حسب راي الكاتب ده اللي خلى الماسونيه تتراجع. لو فكرت في الماسونيه كجمعيه سريه هدفها اداره العالم في جو من الغموض والخفاء، فغالبا هي افشل منظمه في تحقيق اهدافها، لانها ببساطه شديده بقت اشهر منظمه سريه في العالم. المحافل الماسونيه بقت لبان على كل لسان. جس وات، انت بقى عندك سر مشهور. وبالرغم من كل الاراء دي اللي بتعتبر الماسونيه شيء من الماضي خلاص راحت عليها، ورغم نظرنا انها منظمه سريه مشهوره، الا ان لسه ليها حضور قوي جوه الاذهان. اتباع الماسونيه مش وراها في اوقات صراعات سياسيه ونهضه علميه وثوره صناعيه، وفي كل وقت من دول الماسونيه لبت احتياج مختلف وساعدت اصحابها. وممكن تكون اتكشفت ببساطه لان احنا عايشين في عصر فيه اتصالات متطوره، صعب يستمر فيه كيان بالحجم ده في حاله من الخفاء. وممكن يكون سبب استمرار لحد دلوقتي وجودها في عصر الاتصالات المتطور ده راجع لانها بتلبي احتياج جديد ظهر عند الناس. البشريه لاول مره في تاريخها يبقوا تقريبا عارفين حاجات كتير قوي 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 قوي. الماسونيه هنا عزيزي بتدي للناس لغز اغلب الحاجات فيه مكشوفه ومعروفه. على حسب دراسه في سنه 2022 بعنوان Psychological Benefits of Believing Conspiracy Theories، الفوائد السيكولوجيه لحب الناس لنظريات المؤامره، الدراسه بتقول نظريات المؤامره بتدي الناس احساس ومتعه بوجود لغز في وقت لم يعد فيه الغاز، كمان احساس ان هم اشخاص فعاليين ومميزين لانهم شايفين مؤامره الكل مخدوع فيها الا هم. ده كمان بيديهم احساس بالتحكم والفهم. كورونا وباء عالمي والناس كلها خايفه، ايه ده؟ دي مؤامره. ثوره في تشعات مؤامره. ازمه ماليه عالميه، اقتصادات بتنهار، مؤامرة. تزر فاكسين طالع في سنة ونص، لا لا دي مش مؤامرة، دي أكملت المؤامرة بتاعت الوباء. انفجار ماسورة مجاري في مصنع تونة، مؤامرة. التصديق بالمؤامرة بيخليهم متماسكين أمام أحداث مربكة، والماسونية بتقدم لهم مادة خصبة لده، رموز غريبة طقوس أغرب تنظيم سري وحاجة مختلفة يا عزيزي. الناس يا عزيزي بتدور على حاجة مختلفة، وأنت يا عزيزي لو بتبحث عن الاختلاف فأنصحك إن أنت تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات الجاية، تنزل تبص على المصادر، وإحنا اليوتيوب نشترك على القناة. المهم يا عزيزي عايز أطمنك خالص، ما تقلقش مفيش مؤامرات، معنى الحلقة دي نزلت إن مفيش حاجة، مفيش ماسونيين، كان زمانهم منعوها، أو يمكن أنا ممول، وارد أنا أكون ممول، بس يا عزيزي ساعتها أنا عايزك تطمن أكتر، لأن ده مش منظر واحد ممول، ده منظر واحد مش بس يا عزيزي. ان شاء الله يبقى الاحتمال الاولاني يعني ان هو لا، ان هي الحلقه نزلت عادي ومفيش حاجه، مفيش حاجه لان كان زمانهم قتلوني اخفوني يعني. لا لا يا عزيزي، لا لا لا، بس استاذ مسوني، استاذ مسوني.